ونبقى في مسابقات الكأس للقارة العجوز، حيث توج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على كريستال بالاس بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي ضيفها ملعب ويمبلي. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما تمكن كريستال بالاس من التقدم عبر جايسون بونشيون بالدقيقة 78 من زمن المباراة، قبل أن يدرك التعادل للشياطين الحمر الإسباني خوان ماتا بعد 3 دقائق، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، في حين تمكن جيسي لينغارد في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الثاني من حسم نتيجة المباراة بتسجيله هدف المان يونايتد الثاني الذي أنهى به اللقاء. ويعد هذا أول لقب للشياطين الحمر منذ رحيل مدربهم الأسطوري السير إليكس فيركسون.